ما شاء الله. اطلع وصف على مهلك خالص، على مهلك، سمي الله كده واطلع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة الجمعة 8/11، تعرفين انا ما بطلعش الجمعة، بطلعش الجمعة خالص، بس عشان خاطر واحد حبيبي النهاردة كان بيلح عليا انه يطلع معايا في يوم وما اقدرش ازعله. والراجل ده هو يا جماعة معانا يا جماعة الاستاذ عمر، ضيفنا النهاردة من طنطا، راجل حبيبي ما اقدرش ازعله. حبيبي ابو سيف قال لي عايز اطلع، وطبعا ما بطلعش الجمعة بس عشان خاطر الراجل المحترم ده. ربنا يعزك يا حبيبي. قلت لازم ايه اخدمه ونطلع معاه في يوم. الله يعزك. شغالين يا جماعة مراية غرقانة طعم ضد ارض، وطبعا علف على غله وبنزل عليه بالطعم. تابعونا رجاله، واي حد يجي باذن الله هنصور. بامر الله يكون يوم جميل باذن الله. سلام على الناس يا حاج عمر. حبيبي ابو سيف، كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، وان شاء الله يكون يوم جميل باذن الله مع بعض. انا يا جماعه الحاج علي اهو، والحاج هشام منورنا النهارده برضك، ناس حبيبنا من محله من رجب، صح؟ من رجب يا رجاله. الحاج علي والحاج هشام، صباح الجمال يا رجاله حبيبي. معانا ابو ملك برضك اهو بيشرب الشاي ومتكيف ومزاجه قشطه. حبيبي. ومعانا يا جماعه هناك كمان عم محمد وابنه علي هناك اهو من محله برضه. محله يا جماعه، والجماعه دول من محله، ومعانا ابو ملك من طنطا منورنا النهارده. تابعونا يا رجاله. الدور بتاعنا يا رجاله بتاع المره اللي فاتت برضك اهو شغال بعولين، واحد اتحاد اوروبي، واحد اكوا مارينا، واحد 63، واحد 3 متر، مكانتين المكنه 200. طبعا شغل الغله مش محتاجه مكنه تقيل. يا لاعبك يا نجم المدمن الكبير يا رجاله، جاب له حته اهو، بس هو ما بيحبش يصور مش عارف ليه، مش طالع لابنه اهو، جاب له حته تقيله اهي كده بصوره سرقه. ما بحبش الصور اصلا. وشغال يا جماعه بخيط مكنه، خيط 35 ورمال 30 والسن مقاس 6، غمازات صغيره. ملك يا جماعه مع حته اهو. ماشي ابو ملك، يلا خد. على مهل حته من اللون اللي انت عايزه اهو، امسك يا معلم. ايوه مسك والله، امسك جنب ايدك عشان الناس تشوفها برضه، امسك على جنب ايدك. تمام يا رجل، ربنا يبارك لك. تاني حته يا رجاله لابو ملك، ارفع يا نجم لو عايز ترفع، مش كبير قوي بس اهي حلو. يا لعبك يا ابو ملك حبيب قلبي، منورنا النهارده يا نجم. ابو سيف يا جماعه معاه سمكه، بسم الله ما شاء الله. الله ينور عليك يا ابو سيف، بسم الله ما شاء الله. جاي معايا ما شاء الله. اطلع ابو سيف على مهلك خالص، على مهلك، سمي الله كده واطلع. النهارده اليوم ابو سيف يا جماعه، والله بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، تعالى على مهلك، بسم الله ما شاء الله. ايه يا عم الجمال ده، احلى ابو سيف في الدنيا كلها كده. الصوره عندك حلوه ولا شكلها عامله ايه؟ جميله جميله. تعال يا رجاله، بسم الله ما شاء الله، الله ينور عليك يا ابو سيف. هو ده الشغل، هو ده الشغل يا حاج. خش يا نجم، احلى ابو سيف حبيبي يا ابو. ومعانا اشبالنا يا جدعان، الاشبال الصيادين، الاشبال لس جايبينها جايبه. امسك علي، امسك علي، مش مشفش، مشفش، مش انت طلعته؟ اهم حاجه انه طلع. امسك وحط لك علي، امسك على وشك. شوف يا جماعه اشبال المحله بيجيبوا حتت عاملة ازاي؟ ماشي يا علي. يا صاحبة يا رجالة، خش خش على المطارح. السلام. الحق يا نجم.
تابعونا يا رجال. مع غمزة في اللحم، مع غمزة في اللحم. اضرب مولا قدر. اضرب والله مع غمزة. اطلع الله ينور اطلع. تمام يا نجم تمام. احلى سيدي. يا رجال. تالت حتة مع ابو ملكة. طبعا الصغير يا جماعة ما تصوروش، احنا بنصور الحتت اللي تنفع تتصور بس. تمام يا ابو ملكة. شارين يا جماعه في الدور انا وابو ملك باربع ايديا. طبعا الدور واسع يستحمل عادي ما يقولش لا. العب يا لعب مجوز. ماشي بقى ماشي ابو ملك خروج عليه. يلا ماكش نصيب ماكش نصيب. يا لعب ورين هنا 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 حبيبي يا نجم. تاني حتة يا جماعة العالية دي غلة علي غلة. بسم الله ما شاء الله حتة جميلة يا رجال. الله ينور علي عليك. الله ينور محمد. مشروع ماشي ماشي ماشي. الله ينور. اطلع اطلع ابو ملك اطلع. انا هو انا هو. بص هنا يا صباح الجمال. احلى جمال عليك. روح يا نجم روح شوف بتاعي بقى. الله ما شاء الله عليك. يلا خليها تحلى هو كده كله تحت السيطرة. تعال خد يا نجم. يلا قشطة يا نجم. يلا تظبط الدنيا. ماشي ابو ملك ماشي ابو ملك ماشي ابو ملك. روح يا نجم اطلع 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 اتكل على الله. ايه اللي بعده يا رجاله؟ احلى كلام عليه. طيب يا جماعه لابو لابو سيف احلى راجل في مصر. حبيبي يا نجم مدمن سيف. اهي معانا غمزه يا رجاله كده رفعت اهي معاك سمك على طول على السريع كده. خلاص 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 صورت. لا 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 لعبك يا لعب. معاك انا اصلا بسجل اصلا بسجل ارفع على الاسطر. تمس التماس. احلى بس عليك ابو ماشي يا ابو ملك يا غير. ايوه ايوه هو ده. ها يا شباب بس سيب نمد على الارض نمد على الارض بس هديك ده براحتك بقى. اضرب يا نجم. تمام تمام يا غالي.
الله حلوه جميله، اديها يلا طلعها على بره. يا جمال ويا جمال، ايه اللي بتمشي بالراحه دي؟ انت بس مكانك تقيل. غرقت اهي، يلا بقى يلا بقى. لسه ما وصلناش للمطارح برضو، لسه المطارح ما جاتش. خلاص انسى المطارح، لسه ما جاتش. دول يا جماعه رزينا النهارده، شويه سمك همت، مفيش غير حته بس المطرحه الكبيره دي بس اللي جت معانا النهارده، والباقي كله كفافي. اهو يا جماعه في تحت التلج لسه برضك سمك حلو، ده رزق يوم الجمعه يا رجال. تعال نشوف برضك اللي عند ابو ملك. افتح ابو ملك، افتح ورا الناس. ماشي يا ابو ملك، مظبط برضك. اه جاب شويه سمك حلوين دي برضك، الكبيره اللي جابها برضك. والله الله منورنا، وكان يوم جميل باذن الله، وحاجه حلوه قوي. ربنا يديم المعروف. يلا يا جماعه السلام عليكم، مش عايز تلوم حاجه؟ كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، وان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي يبقى احلى من كده باذن الله. حبيبي يا غالي، لو عجبك الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك، ولو لسه ما اشتركتش يا ريت تشترك معانا وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. السلام عليكم.